السلام عليكم. ذكرت صحيفة بلومبيرج بيزنس الأمريكية المهتمة بالشأن الاقتصادي أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية ضمن أضعف الدول من حيث مؤشر العملة في تصنيف شمل 34 دولة حول العالم. وأضافت الصحيفة أن انهيار عائدات النفط جعل ليبيا تستنزف احتياطاتها من النقد الأجنبي الذي وصل إلى الربع العام الماضي لتسيير شؤون البلاد. وأوضحت الصحيفة أنه بعد الإطاحة بالقذافي سنة 2011 انخفض إنتاج ليبيا من النفط ولجأت إلى خفض إنفاقها استجابة لانخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن ليبيا أصبحت تعتبر من الدول الخمس الهشة في تصنيف منظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك. أهلا بكم مشاهدينا، ونناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر سكايب من مصراتة الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي إسماعيل المحيشي، عبر الهاتف من صرمان الخبير الاقتصادي الصديق الشايبي، وعبر سكايب من الزاوية الناشط السياسي محمد الهنجاري. أبدأ معك سيد المحيشي، وكيف تقرأ التقرير الذي أوردته صحيفة بلومبرج بيزنس بشأن الاقتصاد الليبي، والتي قالت فيه أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية من حيث ضعف العملة في تصنيف شمل 34 دولة؟ في البداية تحية لي وتحية للضيوف الكرام والإخوة المشاهدين. نعم، ليبيا الآن تعيش ظروف استثنائية. نحن الآن نتكلم عن مرحلة التحول من الثورة إلى الدولة، ووضع الاقتصادي في ليبيا الآن سيء جدا. كما تتكلم، ليبيا تعتبر من الاقتصاد الليبي يعتبر اقتصاد ريعي، يعتمد على تصدير قطاع النفط الخام. الآن إنتاج نفط أو تصدير كميات النفط في ليبيا إلى الخارج يعتبر معدلات منخفضة جدا. انخفاض كذلك سعر البترول على مستوى السوق الدولي يعتبر الآن انخفض بشكل كبير جدا. هذه الظروف استثنائية جدا، لكن كل هذه الظروف والظروف التي تعيش فيها ليبيا من الناحية الاقتصادية يقف وقف عند الوصول إلى توافق سياسي، والتوافق في حكومة توافق بين كل أطراف والقوى السياسية في ليبيا. إن تم التوافق على وجود حكومة تستطيع ليبيا وتستطيع هذه الحكومة الخروج من هذه الأزمة، بحكم أن هذه الأزمة استثنائية. والنقطة الأهم، انخفاض سعر البترول يعتبر هذه أزمة دولية، وكثير من الدول التي تعتمد على تصدير قطاع النفط الخام تعاني من هذه الإشكالية. شاهدنا الآن الجزائر قامت بعملية اقتصادية للخروج من هذه الأزمة، شاهدنا الكويت، الكثير من الدول التي تعتمد على تصدير قطاع النفط الخام تعاني من هذه الأزمة، وتعتبر هذه الأزمة أزمة دولية. لكن يبقى الخروج من هذه الأزمة هو وجود توافق سياسي، من تم تستطيع هذه الحكومة وضع سياسات عامة للاقتصاد في ليبيا، ووضع سياسات مالية ونقدية للخروج. نعم، سوف نعود إلى الحلول المطروحة أكثر سيد المحيشي في سياق هذه الحلقة. قبل ذلك إذن سيد الهنجاري، إلى أي مدى يمكن أن يعكس هذا التصنيف وقع الاقتصاد الليبي برأيك؟ أعتقد أن هذا التصنيف يشير إلى الكارثة القادمة لليبيا، وهي انخفاض سعر الدينار الليبي أمام العملات الصعبة، مما يسبب ارتفاع الأسعار محليا، كذلك تضخم مالي كبير يندر بالهلع يزيد في شح الدولار، ممكن ربما السحب على العملة الصعبة أكثر، والعملة الصعبة أغلبها تذهب للخارج لا تعود للداخل الليبي. هناك من يفضل الإقامة في الخارج من رجال الأعمال أو من بعض الناس الطبيعيين، ولكن كلها تأخذ الدولار إلى الخارج، وهذا أعتقد أن سوف تكون ترددات عكسية على الاقتصاد الليبي الكبير. المشكلة أن الإنفاق العام في الدولة كان سبع عشوائي بدون مخطط، وهذا السبب هو الذي جعل الأزمة قادمة. كذلك تصرف بعض البلهاء والمندسين والمجانين والذين أغلقوا النفط سواء في الموانئ النفطية أو الحقول التي هي جنوب ليبيا، هؤلاء لا وعي لهم، لا هم لهم إلا ربما مجرد وظيفة بألف دينار أغلق النفط، وأصبحت تعاني ليبيا الآن من ترديات اقتصادية ربما على المدى البعيد
لا نستطيع تعويضها في فترة قصيرة مع انخفاض النفط، والنفط أعتقد سنة 2020 سوف ينخفض أكثر بدخول السيارة الكهربائية والطاقة البديلة، الطاقة النظيفة أصبحت الآن في العالم تستعمل بشكل واسع. ونحن ليبيا ليس لنا إيراد إلا النفط، وهو يشكل 98% من الدخل العام للدولة. أعتقد أن العقل هو الذي سوف ينقذ ليبيا. السياسيين تصرفوا ببلاهة وغباء وأنفقوا المليارات بدون شيء. أعتقد أن ليبيا دولة غنية وهم يحملون دولة غربية، فاستولوا على الكنز الذي تركه القذافي، وزع وبدر وفساد وغيره واعتمادات وهمية ومصاريف علاج وهمية في الخارج، مليارات انفقت، 5 مليار للعلاج. أعتقد أن لو بقت في ليبيا أعتقد أن بنينا ما ممكن 100 مستشفى من أحدث المستشفيات في العالم، وجلبنا الأطباء من الخارج. هذا كله هي عدم تخطيط وغباء أشخاص ليس لهم أي علاقة بالدولة نعم. أو بمسيرة المالية للدولة، سببونا في هذا الكارثة القادمة التي سوف تنعكس، ربما سوف نجد أنفسنا في قوارب ذاهبون مثل السوريين إلى أوروبا، أو تأكلون الأسماك البحر المتوسط تكون غذاء لها. واضح. إذا سيد المحيشي، أبقى معك في مستوى الأسباب، وبرأيك ما هي الأسباب المباشرة خاصة التي أدت إلى تراجع احتياطي ليبيا من العملة؟ هو في الحقيقة عندما نتكلم عن انخفاض مستوى قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية لعدة أسباب، عدم وجود توافق سياسي، عدم وجود حكومة متفق عليها من داخل ليبيا ومعترف بها المجتمع الدولي، وهذه أكبر عائق في هذه النقطة بالذات، لأن عدم وجود حكومة، هل الحكومة تستطيع أن تقوم بإصلاحات ووضع سياسات مالية وسياسات نقدية وسياسات تجارية للخروج من هذه الأزمة؟ لكن للأسف الآن لا توجد هذه الحكومة في طرابلس، وإحنا نتكلم عن سنة من السنة الماضية لا توجد هذا الوفاق ولا هذه الحكومة، أكيد سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية. لكن في تقديري من الناحية الاقتصادية، في حالة التوافق على حكومة وفاق وطني ذو صلاحيات كبيرة ويكون مقرها في طرابلس، تستطيع هذه الحكومة وضع سياسات اقتصادية وتجارية ونقدية ومالية للخروج من هذه الأزمة، باعتبار أن المجتمع الدولي الآن والكثير من الدول الأوروبية تؤكد دعمها المادي والاقتصادي لهذه الحكومة ولهذا الوفاق الوطني، وتعتبر أن الآن في ليبيا تشغل مخاض ما بعد الثورة. نعم، هناك معدل الفساد في ليبيا كبير جدا، وهذا دليل، وعندما نتابع تقرير المحاسبة والرقابة الإدارية تثبت ان هناك معدلات كبيره جدا في الفساد في ليبيا، لكن تبقى هذه المرحله مرحله انتقاليه، وهذه المرحله الانتقاليه عاشتها كثير من الدول، فيها كثير من الصعوبات ويكون فيها معدل الفساد وعدم وجود الشفافيه، لكن في لو ان الليبيين او القوى السياسيه استفادوا من الاخطاء التي وقعوا فيها في الماضي، وبدت مبدا المساءله والمحاسبه لكل من ساهم في افساد المال العام وافسد الحياه السياسيه، تستطيع ليبيا دولة مع كل ما تحدث في ليبيا الآن من وضع أمني سيء وعدم وجود توافق، لكن ليبيا تعتبر لحد الآن موقعها موقع استراتيجي جدا جدا، فهي تعتبر البوابة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، هي تربط المغرب العربي بالمشرق العربي، موقع ليبيا استراتيجي لها ما يقارب أكثر من 2000 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط. ليبيا موقعها هذا استراتيجي، تستطيع الحكومة التوافقية أو الحكومات المتعاقبة أن تكون ليبيا هي بوابة الاقتصاد والمال بحكم هذا الموقع، وتستطيع ليبيا أن تكون دولة خدمات بحكم وجود ليبيا. ليبيا للأسف معتمدة على تصدير قطاع النفط، لكن من خلال وضع سياسات اقتصادية لأن تكون ليبيا تجارة عبور، أن تكون ليبيا دولة خدمات، هي مهيئة الآن ليبيا أن تكون دولة خدمات بحكم موقعها الجغرافي. ليبيا يعتبر عدد سكانها قليل جدا، تستطيع الحكومة التوافقية الخروج من هذه الأزمة بوضع الكثير من السياسات الاقتصادية والاستفادة من نعم. تجارب الدول المختلفة في هذه النقطة بالذات. نعم سيد الهنغاري، البعض يعتبر أن الحكومات المتلاحقة بعد ثورة 17 من فبراير قد عمقت من الأزمة الاقتصادية لتركيزها على الإنفاق الاستهلاكي الذي يشمل الدعم الرواتب وأهمال الجانب التنموي، إلى أي مدى يمكن أن يصح هذا الرأي؟ هذا هو ما وقع صحيحا. حاول المؤتمر في البداية شراء
الشعب بمد بعض المنحة، كذلك زيادة مرتبات، علاج، في سبيل البقاء في السلطة، ولكن هو كان واهما، هو كان الحساب على مقدرات الشعب الليبي لسنوات أخرى، وكان ممر هذه القرارات، هناك فساد في هذه القرارات لبعض الشخصيات السياسية. يعتبر الفساد أصلا هي إدارة الدولة. ما هي الدولة؟ هي إدارة مالية. الدولة هي إدارة الأموال بين الناس بالعدل والتساوي، والسياسيين والخطر السياسي دائما هو سبب الفساد، يعني هو سبب الفساد هي القرارات السياسية. كذلك إذا أعطيك مثال، مثلا إحنا كان هناك البرنامج المشروع لاستبدال السلع، الدعم السلعي بدعم مادي مباشرة للمواطن عن طريق الرقم الوطني، تحول الأموال بدل ما يأخذ سلع بثمن رخيصة، وهي السلع التي تهرب الآن بكميات كبيرة، سواء النفط، وفي بعض المدن الدائرة التي محسوبة على الثورة نفط وبنزين وغيرها تهرب علنا، يعني قاموا من أجل الثورة من أجل النهب، هذا شيء عار على ثورة 17 فبراير هؤلاء، وعرقل المؤتمر هذا القرار بحجة أنه لا الوقت مناسب ولا غيره. هم لا يفهمون سياسة الاقتصاد أصلا. هناك سياسة اقتصادية تسمى اقتصاد الصدمة، وهو الذي يتخذ القرارات الجريئة في زمن حرب أو في زمن عدم استقرار سياسي، تأخذ هذه القرارات وتكون لها إيجابيات كبيرة. إذا وجدنا 18 مليار هو سلع بين وقود وسلع، مع 24 مليار التي هي مرتبات الباب الأول، 42 مليار أنفقت هباء، ولو جمع 42 لو طرحناها على 1,200,000 عائلة ليبية، سنجد أن كل عائلة يحق لها 35,000 دينار ليبي. فانظر الى حجم الكارثه في عدم التوزيع والعداله في التوزيع. وهذا حتى ما اشارت به السفيره الامريكيه، قالت ان هناك تلكك في من قبل السياسيين سواء المؤتمر في توزيع الثروه العادل للثروه، يعني 35 الف دينار كل عام. لا انتهت الحرب في ليبيا، وربما وجدنا الليبيين كلهم يدافعون عن النفط، وتغيرت النفوس وغيرها، يعني نحن نعلم ماذا يريد الشعب الليبي وماذا يريد الشباب الليبي. فنجد ان هؤلاء يعني من الغباء ومن يعني مش عارف انا شو نقول، ليش الناس هذه، يعني بعض الشخصيات كانت مفسده في ليبيا، منهم من احد المصانع في ليبيا ثمنه مليارين في ظل كان مديره في ظله، الان اصبح خرده، يباع حديد خرده، المصنع حديد الصلب مصراته، يعني هو خرب مصنع الان، يخرب دوله بكاملها. هذا السبب هو اللي حتى نعم. يعني الاختيار اللي يعود للشعب اللي اختار هؤلاء البشر على رأس الدولة، هم الذي يعودوا واضح واضح إذا نعم واضح سيد الهنجاري. سيد المحيشي أعود معك، وبرأيك متى يمكن للمركزي أن يوقف استنزاف احتياطاته من العملة الصعبة؟ وللاسف مصر الليبي المركزي بحكم انه هو السلطه التي يتولى السياسه النقديه في هذه الظروف، لا يستطيع مصر في ليبيا المركزي وضع اي سياسه، بحكم ان الان لا توجد حكومه توافقيه، لكن في وجود حكومه توافقيه يستطيع مصر في ليبيا المركزي ووزاره الماليه المهتمه بالسياسه الماليه وكذلك وزاره الاقتصاد المهتمه بالسياسه التجاريه وضع اصلاحات او سياسات تجارية اقتصادية لكل للخروج من هذه الأزمة. تستطيع للأسف ما وقع فيه المؤتمر الوطني العام والمجلس الانتقال السابق في ليبيا، لم يستعين بالخبرة ومراكز البحوث في ليبيا. هناك مركز البحوث الاقتصادية في بنغازي، هذا المركز يعتبر من أفضل المراكز في ليبيا وحتى على مستوى على مستوى شمال افريقيا، بحكم هذا المركز وجود فيه الكثير من الخبراء والمستشارين في المال والاقتصاد ورجال الاعمال والمحاسبه والاداره، وهذا المركز له الكثير من الدراسات لاصلاحات وتفعيل الاقتصاد الليبي، لكن للاسف المؤتمر الوطني العام لم يستفيد من هذا المركز ولم يستفيد من خبرات هذا المركز، وكذلك لم يستفيد حتى من الدراسات والابحاث التي قام بها الكثير من الاقتصاديين والماليين في خصوص تفعيل الاقتصاد الليبي، تنويع مصادر الدخل في ليبيا، كيفية تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذه الإشكالية التي وقعنا فيها. والنقطة الأهم من ذلك، المؤتمر الوطني العام لم يتعامل مع المشهد في ليبيا أن نحن نمر بأزمة، انتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة تعتبر هذه مرحلة معقدة جدا، والكثير من السلبيات تحدث فيها، حتى تجارب الدول استمرت الكثير من الثورات في العالم
الى 50 الى 60 سنه من خلال التحول من الثوره الى الدوله. للاسف المؤتمر الوطني العام لم يستفيد من تجارب الدول العالم في الخروج من هذه الازمه، ومن تم حدثت هناك الان الازمه الدوليه وهو انخفاض سعر البترول الخام في السوق الدولي، وهذه إشكالية. لكن تستطيع في حالة وجود حكومة توافقية ووجود توافق سياسي تستطيع هذه الحكومة الخروج من هذه الأزمة، بحكم أن ليبيا لها مستقبل واضح في المعامية الاقتصاد والانفتاح على العالم الآخر، مع العلم أن ليبيا لحد الآن دولة ليس لها ديون، بحكم أن ليبيا لحد الآن تعتبر اقتصادها اقتصاد قوي. نعم هناك مشاكل مالية، هناك أزمة مالية، أزمة اقتصادية، لكن تبقى ليبيا ليس لها ديون مع أي دول أخرى. والنقطة الأهم أن الآن الكثير من القادة في الاتحاد الأوروبي يؤكدون على دعم الشراكة مع ليبيا، هذه قد تحدث انفتاح وانفراج الأزمة في ليبيا. ليبيا الآن والاقتصاد في ليبيا في أمس الحاجة للبدء في المفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انفتاحه وانضمامه واستكمال انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، وعقد شراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد شراكات مع الدول الصناعية المتقدمة في ليبيا، بحكم أن ليبيا موقع استراتيجي جدا، وعلى القادة والقوى السياسية الاستفادة واستغلال ليبيا كموقع. نستطيع أن نقول أن ليبيا تكون دولة خدمات، ولن تستطيع أي دولة أن تنافس ليبيا بحكم موقعها الجغرافي المميز في وما ليبيا ما لها من إمكانيات وموارد اقتصادية كبيرة جدا. سيد الهنغاري، هل يمكن لليبيا أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لتغطية نفقات الحكومة، خاصة مع استمرار غلق العديد من الحقول والموانئ النفطية؟ أعتقد هناك مثل يقول المال الذي نملكه يجعلنا أحرارا، أما المال الذي نستلفه سوف يجعلنا عبيدا. أنا أرى ربما بعد إذا كان هناك حل، سواء حتى بالقوة القاهرة على هؤلاء المجانين الجهلة الذين أغلقوا الموانئ النفطية بحجة الإخوان والعدادات وغيرها، هذا الوهم، ووجدناهم هم يتاجرون في النفط ويسمسرون في، ربما استعمال القوة معهم هو أفضل شيء، ربما حتى تقدمهم حتى بعد حكومة الوحدة الوطنية سوف تقدم الدعم من سواء من الاتحاد الأوروبي أو غيره لاستعمال القوة ضد هؤلاء، وهؤلاء نراهم الآن لا يريدون هذا أن يتم الوفاق في ليبيا، هم الذين يهربون في البشر وتجار المخدرات وتجار السلاح وغيرها الآن يعرقلون. إذا رجعت الضخ النفط ربما هناك ما زال باقي احتياطي حوالي 70 مليار دولار من قيمة 113 مليار دولار، هو لسنة 2011 كان هناك 113 مليار دولار نقد أجنبي، الآن انخفض إلى 70 مليار في شهر يونيو الماضي. ربما ترجع، إذا رجعنا بسرعة النفط ربما لا نستحق، لا نحتاج الاستلاف والاستدانة من البنك الدولي، بالرغم من البنك الدولي اجتمعنا معه وعرض علينا البنك الدولي نحن ندعمكم، ماذا بأي رقم تريدون؟ أنتم ثاني مساهم، أكبر مساهم في البنك الدولي في بالنسبة لليبيا، وهذا شيء. كذلك البنك الأفريقي عرض علينا في اجتماعات أن يقرض ليبيا، فقط نريد الوضع الأمني أن يكون مهيأ وأن تكون الدولة ضامن لكم، لكن الآن في الانهيار، هذا الانهيار عند الظروف الأمني، الشباب يقول يريد أن يتجوز، يريد بيت، وهو يحمل السلاح ويسرق وينهب ويدمر ويدخل ويغلق أنبوب نفط. أنا لا أعرف لماذا، كيف التضارب بين الأحلام وبين الأفعال. يعني أشوف الشباب يجب أن ينتبه، هؤلاء أو أهاليهم أو غيرهم، يعني آخر الأنابيب المغلقة يقايضون بخروج القوة الثالثة من سبها، يعني مقابل فتح أنابيب النفط، هل هذا يعقل؟ يعني خروج قوة تحمي منطقة من الفتن ومن الغزو الخارجي أو الزحف الذي نراه من الخارج، يعني هناك جنون، هو يعني نعتبره ليبيا الآن تمر بحالة جنون مؤقت حسب تصنيف علم النفس الشعوب، حالة من الجنون، شعب يدمر نفسه، شعب يأكل نفسه، شعب يقتل نفسه، جميع حتى الجانب نصحونا بعودة الهدوء الأمني حتى ترتاح تستقر الاقتصاد الليبي وتعافى
باقي جديد، ليبيا لها امكانيات كبيره جدا لو استخدمناها، زي ما اخ اسماعيل تكلم، الاخ اسماعيل تكلم كلام فعلا هذا موجود. البحر يدخل علينا مليارات الدولارات، سواء من صيد الاسماك، سواء من المناطق السياحيه، سواء من تجاره العمواني وغيرها. يعني الجنوب الليبي محتاج الى تنميه، الجنوب وفيه خصائص جيده من المواد الخام وغير، ربما نقيم وتعود حتى الحركه بين الجنوب وبين افريقيا واوروبا عن طريق ليبيا، الحركه التجاريه وهو ممر ليبيا. يعني موجود الخيط تحت ايدينا، واضح ولكننا واضح نحن نعم مجانين. واضح سيد الانجاري. مع تذبذب اسعار الخام عالميا، حسب رايك سيد المحيشي، ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها للحفاظ على النسق الطبيعي للانفاق، خاصه مع اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الايرادات النفطيه؟ هو على الحكومة الوفاق الوطني أن تقوم بوضع برنامج لعملية تقشف. إحنا شاهدنا كثير من في ليبيا للأسف بعد الثورة لا يوجد العدالة الاجتماعية، تجد موظف يتحصل على مرتب 3000 دينار، وتجد كذلك موظف آخر يتحصل على 400 دينار. للأسف لا توجد مبدأ العدالة الاجتماعية في ليبيا، وهذا الآن أصبح واضح حتى على على مستوى الاقتصاد الليبي. هذا غير منطقي بعد هذه الثورة العظيمة وبعد هذه الدماء أن تكون لا توجد العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهذه يعتبر من أهم الأخطاء التي وقع فيها المؤتمر الوطني العام، كذلك وقع فيها وزارة المالية وزارة الاقتصاد، وكذلك حتى مصرف ليبيا المركزي في الحكومات المتعاقبة ما بعد التحرير. لأن أول شيء لابد من سن قانون المرتبات ويكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية، وهذه نقطة إيجابية. النقطة الأخرى وهي وضع سياسة عامة للدولة عملية تقشف. الآن نشاهد ما يحدث في ليبيا، وصرف على كثير من السفرات وصرف على كثير من الوظائف، في نفس الوقت ليبيا ليست حاجة إلى هذه الوظائف ولهذه المناصب. والنقطة الأهم على حكومة الوفاق البدء في عملية استجلاب الاستثمارات الأجنبية في ليبيا. ليبيا الآن مساحة كبيرة جدا وعدد سكان قليل جدا، ليبيا في حاجة لبدء برنامج استجلاب الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وهي مهيئة كذلك لهذه الاستثمارات واضح الأجنبية. سيد المحيشي. نعم سيد الهنغاري، هل تعتبر أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء في بناء مؤسسات الدولة سيمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي؟ أعتقد إذا وقعنا في حكومة حكيمة ورشيدة وتسمع النصح وتجتمع برجال الأعمال لأنهم يحملون عدة حزم إصلاحات وتصغي اليهم، لا تفعل مثل سلفها المؤتمر والبرلمان الذين اغلقوا وقالوا نحن نفهم اكثر منكم، وهو كان يبيع الخضره في سوق التلوتا، ولا كان موظف يسرق وينهب ويرتشي، ثم اصبح يقول انا افهم في الاقتصاد وغيرها. احد الاصلاحات التي قدمناها وهي رفع السعر اطلاق الدولار للتعويم او الدينار الليبي الدولار الى السوق الموازي، عدم تحديد السعر في الدولار، يعني لا ادري كيف اقولها، وهي عمليه ان لا تحديد لسعر الدولار، يصبح السعر لسعر السوق الموازي، ربما ينخفض الدولار تلقائيا. ليبيا ممكن من الدول القليله جدا اللي ما زالت التي تحتفظ بسعر رسمي للدولار، سعر مصرفي مركزي يجب تعويمه، ولكن هنا السياسيين يقعون، هنا السياسيين يريدون الدولار بسعر رخيص حتى واضح لمرتبات السفراء وسفرياتهم وغيرهم. واضح. والقطاع العام هو المفسده في ليبيا اختي العزيزه، خلينا نسمع ليبيا. القطاع العام هو من اهدر المال العام، وهو من افسد في ليبيا، وهو من جلب لنا هذا الافلاس وهذا التخلف. وصلت شيء الفكره سيد الهنغاري. نعم، وبفكرتك هذا نصل الى ختام حلقه اليوم من برنامج خبر وبعد. نشكر ضيوفنا عبر سكايب من مصر الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي إسماعيل المحيشي، كما نشكر أيضا عبر سكايب من الزاوية النشط السياسي محمد الهنغاري. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، ودمتم في أمان الله.